تيقولوا بلي المرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد خطير. واش هادشي صح؟ ماشي صحيح. المرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد ماشي خطير، ولكن كينتشر بالزربه ويمكن يكون عنده مضاعفات عند الاشخاص المسنين والاشخاص اللي تيعانيو من الامراض المزمنه. واش فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19 كينتقل غير عبر الرداد؟ خطا. كتشير الدراسات الى ان عدوى فيروس كورونا المستجد كتتم عن طريق اما الانتقال المباشر من خلال الرداد المتطاير من المريض اثناء السعال او العطاس، او عن طريق الانتقال الغير مباشر كلمس الاسطح والاشياء الملوثه ثم لمس الانف او العين. هي خاصنا نديروا الكمامه اي القناع الطبي؟ لا ماشي ضروري، غير الشخص اللي مصاب بفيروس كورونا المستجد هو اللي خاصو يدير الكمامه باش ما يعاديش الناس اللي دايرين به. والقفازات او الليقات كيعاونوا في تخليص العدوى او لا؟ لا، القفازات ما كيعوضوش غسل اليدين، حيث الفيروس كيعيش في الليقات 10 ايام، اما في الجلد كيعيش غير 10 دقائق، وبالتالي استعمال القفازات كيزيد يساهم في انتشار الفيروس. سمعت باللي الا استعملنا طرق تقليديه بحال الثومه البصله الخل وغيرهم غادي تحمينا من الاصابه بفيروس كورونا المستجد. لا هادشي ماشي بصح. الدراسات اللي دارت بينات باللي الوقايه من هاد الفيروس كتكون بغسل اليدين بالماء والصابون، ونتجنبوا الاتصال او الاحتكاك المباشر مع الناس المصابين، ونعطسوا في منديل ورقي، ونتجنبوا البصق في الاماكن العامه. واش بصح الاطفال ما كيتصابوش بمرض كوفيد 19؟ هذه معلومه غالطه، حيت كلشي يقدر يتصاب فيروس كورونا المستجد وحتى الدراري الصغار، ولكن حتى لدابا الاصابه عندهم كتبقى قليله وماشي خطيره. واش من الضروري كل المواطنين يبقاو في ديورهم؟ أيه، من الأحسن ومن الضروري كل شيء يبقى في داره وما يخرج إلا للضرورة القصوى بحال تقضية أو تطبيب، واللي عنده الإمكانية باش يخدم عن بعد من الأحسن يخدم في داره باش نتجنبه ونحده من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد. واش الرقم الاقتصادي ألو الياقدة الوبائية هو الوسيلة الوحيدة للتواصل مع المواطنين؟ إلا كان شي واحد تيعاني من ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد، حمى، كحة، تيتنفس بصعوبة، يتصل مباشرة وعلى الفور بآلو المساعدة الطبية الاستعجالية 141، أو لا يتصل بآلو اليقظة الوبائية 080-147-47، أو لا يتصل بالمنصة الهاتفية الجديدة آلو 300. وللحصول على المعلومات أو أي استفسارات كتخص فيروس كورونا المستجد، تصلوا بآلو اليقظة الوبائية 080-147-47، أو يدخلوا عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة عبر الموقع www.covidmaroc.ma، أو للموقع www.sahati.gov.ma.